هو احنا ازاي سايبين اطفالنا كده؟ هما مالهمش حق علينا؟ ازاي طفل في السن ده يكون شايل مسؤولية نفسه؟ انا مش فاهمة حاجة، وقررت انزل بنفسي اشوف الحقوق. مريت برحلة بحث طويلة لحد ما قابلت طفل يساعدني الاقي اجابة لأسئلتي. اسمي محمد أيمن. ساكن فين؟ خرابة مول القطامية. خرابة مول القطامية؟ دي جنب التجمع صح؟ طلع تانية. طب عملت ايه بقى في النتيجة؟ بصراحة جبت ملاحق. طبعا انا ما اقدرش ادفع دروس لتلات عيال، بصراحة انا جوزي يوم شغال وعشرة قاعد. ما اكذبش عليكي. راح عشان كده محمد جاب ايه 5 ملاحق في المدرسة. وانا رحت وديتهم الامتحان وامتحنوا. بس انا عارفه ان محمد ابني هيسقطهم عشان انا برضه ما دفعتلوش فلوس. ان الاستاذ بقول له عايز يا استاذ كام؟ احنا يعني معلش يعني خد مني حاجات على البسيطه كده. قال لي عايز 500 جنيه. طب بتحب مين بقى من الممثلين وبتوع الكوره والحاجات دي؟ بحب كل واحد، بنام سعيد عشان هي بتعمل اولاد للناس. طب هو انت بالايه؟ متساعد؟ طب انت في حد عايز يعمل عمليه عندك او حابب ان حد عندك مشكله يعني عايز تعمل له عمليه فعشان كده بتحبها ولا انت بتتكلم؟ انا عايز اعمل. انت عايز تعمل عمليه ليه؟ في ايه؟ الدراع. الدكتوره شداني منه وانا مولده جاي اعاقه في ايه. الدكتوره قطعت له عصب. قطعت له العصب بتاع ايده اللي هو بيفرده وبيشيل بيه اي حاجه بيضط. ما اقدرش اشيل اي حاجه بيه. انا مشغلاه دلوقتي على عينيا والله. انت شايف ان انت ليك حق اصلا؟ لا حق طبعا، حق العجل. ولو قلت لك يعني ايه دستور؟ دستور بتاع مصر. دستور بتاع مصر اللي هو ايه؟ يعني انا لو نفسي في عجل اقرا واروح اقول لاي حد صاحب الدستور ده. ان انت؟ ان انا نفسي في عجل. اكتر حاجه بتحبها جنب العجله ايه؟ مفيش حاجه اسمها غير بحبها في العجل. مفيش حاجه بتحبها؟ بابا وماما. ايه؟ بابا وماما. بابا وماما طبعا. اخواتك؟ دول اهم من العجل. طيب احنا شفنا مصر اللي بره السور، نشوف مصر اللي جوه. الطفل فيها واخد حقه ولا زي اللي بره؟ انا اسمي نادر هاني صبحي، بدرس وساعات مثلا في الصيف بشتغل مع ابويا. اكتر حصه بحبها في المدرسه هي العلوم عشان فيها حاجات كتيره، ويعني مدرسه علمتنا ازاي نمسك النار. النار؟ مسكنا النار على ايدينا كده. انت عايز تطلع زي باباك ولا عايز تطلع حاجه تانيه؟ لا عايز اطلع حاجه تانيه. ايه هي؟ عايز اطلع تاجر. تاجر؟ يعني ايه تاجر؟ يعني ابقى بزنس مان، يعني تاجر في البترول في مصر عشان بتطلع فلوس كتيره. قلت لك يعني ايه مثلا؟ ديمقراطيه مثلا؟ ديمقراطيه يعني مش حد واحد بس يقول هو عايز ايه، يساله الناس التانيه. البلد ديمقراطيه فاحنا برضو لينا صوت. ايه الكتب اللي انت بتحبها؟ ربع جرام عشان بيكلمك عن الناس وازاي بوظوا حياتهم من المخدرات. من ايه هواياتك؟ انا بحب العب درامز في المدرسه. وكان بقالي 5 سنين بلعب درامز. ايه احلامك وطموحاتك؟ يعني نفسك في ايه على كل المستويات بقى؟ يعني نفسي ان مصر تبقى بلد احسن وتبقى متحضره ويبقى الناس يبصوا عليها كأنها حاجة عالية. والد نادر عمل تجربة في الصعيد عشان يحل جزء صغير من مشكلة التعليم في مصر. قال لي إن المشكلة في مصر مشكلة إدارة، والدليل على كده جابوا نفس المدرسين وعملوا إدارة سليمة فيها قوانين والتزامات، وكان في نتيجة. اللي طلعت بيه في الموضوع ده إن فعلاً مفيش حد واخد حقه، بعكس ما كنا متخيلين طول عمرنا. الأطفال بجميع مستوياتهم ليهم حق. لمحمد حق في حياة كريمة، مسكن، ملبس، مأكل، مشرب، حتى اللعب من حقه. والنادر حق إنه يعرف يتواصل مع مجتمعه اللي انفصل عنه بسور. إحنا للأسف خلقنا بإيدينا مصريين، بس محدش كان عنده بديل.
اللي عنده إمكانيات عايز يعيش حياة كريمة حتى لو مدفوعة، واللي ما عندوش هو ده اللي اتفرض عليه. في بلدنا في مدارس بس ما فيش تعليم، في حقوق بس ما فيش تنفيذ، في تعاطف بس ما فيش دور فعال، في حلم التغيير بس ما فيش حركة. من الآخر كده في مصر في شكل بس المضمون مش موجود.